مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ أتمنى أن يكون الجميع بألف خير. راح أحكي بهالفيديو القصير عن قناتنا تواصل، هي بمعنى قناة إنه منكم وإليكم. فكرتها إجت من صفحتنا على الفيس والرائعة، وصار في مجموعة منيحة انضمت للصفحة، أنا كتير بتشكرون. صفحتنا كانت بتخص صور رائعة، فكان يجينا طلبات شي خارج هاي القصة، خارج المضمون اللي هو صور رائعة. يعني ممكن يجينا كان إعلان مثلا أو شي ديني مثلا، كتير شغلات كانت تجي. بس أنا بعتذر، يعني أنا شخصيا بعتذر منهم، ما كنت أقدر لبي لهم اللي يطلبوه، انشر لهم إياها بالصفحة، لأنه ما هيدا مجال الصفحة. فطلعت بفكرة انه القناة اللي راح تكون متنوعة بنقدر نطرح فيها جميعا مع بعض، ممكن فكرة، ممكن حكمة، ممكن خاطرة، ممكن فضفضة. يعني الواحد بفضفض، عنده مشكلة، عنده بحب ياخد رأي الناس، بحب يتوصل لحل مثلاً. فالقناة انه موضوع معين مثلا، موضوع ما بيكون فيها مناقشة، اذا انتو حبيتوا هيدا الشي طبعا. بنتبادل تجارب، ممكن تكون تجارب اكيد مختلفة، يعني مرض لا سمح الله، سفر، زواج، نجاح، بحيث انه كل ما بتحتوي القناة، خلينا نقول تحت شعار نعم لغد افضل، لحياة ملؤها الامل والايجابية. كلاتنا عنا طاقات حب وعطاء، ليه ما نسخر هالطاقة للشي الحياة كتير كتير ممكن